السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا قوم؟ إن شاء الله بخير. نزل سلاح الأذن للمرة الثانية، وزي ما شايفين السلاح عندي إياه، وعندي كمان بعض الأشياء اللي في العجلة. العجلة فيها سكنين جدا خرافيين، واحد للـ AK-47، والصراحة لولا إنه لسلاح الـ AK-47 ولا فتحت العجلة وحصلت عليه، لأنه سكن جدا فخم، ومعه حتى سلاح ثاني اللي هو الديجل. السكنين بنفس النظام جدا جميلين، ولكن AK-47 بتعرفوا يعني امبارح صورنا عنه محتوى. كل اللي معاي 5000 سي بي موفرهم لبكره عشان اشتري فيهم عجله سلاح الاس كي اس اللي هتنزل. لحظه، هو بكره الخميس؟ لا، ليوم الجمعه يعني، فاهمين علي. فاللي صاير انه الاودن عندي وزمان ما جربته، وحتى نسيت انه مثلك، كنت اعتقد انه ليجند. فانا حاليا يا جماعه مجهزه، تمام، ما بعرف اذا هاي التركيبات صراحه منيحه ولا لا. 2000 years later. يا جماعه انا هبدت هاي التركيبات، اسمحوا لي هنستخدمها حاليا، بما انه لقيت كثير ناس بيحكوا لي انه استخدم الاودن، او الاودن نزل، او الاودن رجع. فالاودن يا جماعه عندي من اول هنستخدمه، ونستخدم كمان معه سلاح ثاني. مش راح نكتفي اليوم بسلاح الاودن، لا، راح نجرب كمان معه سلاح مشابه له، الا وهو سلاح الاي ام 2 الميثيك. طيب زي ما احنا شايفين، زوج من المبات العافنه. عندي احساس كبير اني هبدا عياط من هسه، من هون لحد ما نوصل البي نتفرجوا على استعراض السلاح. مش عارف، استعراضه اهبل شوي. انت عايز ايش؟ بس كويس كويس طويل. 57. نبدا بالجد يا جماعه، نبدا بالجد. تو شوت، يا ترى دائما تو شوت ولا ممكن يعمل كل؟ اوكي، وان شوت. ما ادري يا ابني، انت عار، حتى دم عندك يا اخي. بتعرف لو ما مدت كنت هتزعلني منك صراحة، لانه خلص يا بابا، خلص يا عيوني. ليه بدمج 45 السلاح؟ ماني فاهم يعني، شو الفكرة انك تدمج 45؟ يعني لا هو 2 كل ولا هو 3 كل. الله، هقضيها زي هيك. اطلق طلقتين، 37 براسه. اوكي، الحمد لله الحمد لله، شلنا واحد. في حدا بينكم اشترى هذا؟ صراحة لو في حدا اشترى بيكون غبي الصراحة. اللي اشترى هذا السلاح، مع احترامي لك وكامل حبي وتقديري، يور غبي ستيوبي. انا فاضي لك، ما تنزلني هيك. شفت وين طلع؟ والله انه لعيب صراحة يعني، حرام. اثنين راحوا على الفاضي، السلاح بالماب كله زبالة صراحة. اللي اشترى هذا السلاح يعني فعليا تضيعة 5000 سي بي او اكثر، لو حسابك رخيص اساسا. يا اخي، يا الله يا الله على اللعبة المريضة هاي، يا رب. خلاص خلاص، انا وين يا ابني؟ بالله تموت، بالله عليك تموت. شاف دمي واحد. ولا اسست حتى، لا. هون شو تهيأ لما فكرت العب هذا السلاح؟ ثري شوت اقل اشي يعني. تو شوت هاي بتجيبها بالاحلام. رسبورهم صار بحضننا. صابني مغص، صابني مغص. خلص الجيم بسرعة، مش ناوي اكمل، خلص بكفي بسرعة. 8 9 10 خلص يا ويلي. ليش في حدا ممكن يشتغل السلاح؟ لو في حدا اشتغل السلاح بعد ما نزل هاليومين يكتب لي تعليق، خلنا اعمل بلوك اوريكم هسه الاسلحة الحقيقية. سلاح مشابه نوعا ما للاودن، مش بنفس البطء تبعه ولكن احسن منه بكثير، انا متأكد. اي ام 2 يعني، مش عارف الاودن قديش معدل الاطلاق فيه. سرعة الرصاص 1120 متر في الثانية للاي ام 2، بينما 850 متر في الثانية للاودن. اما بالنسبة للدمج فدمجهم بصير متقارب نوعا ما، يعني ما فيش هالفرق الكبير. وبالنسبة للتركيبات فالتركيبات جاهزة عليه، تمام، بس ممكن اتحمل. استعراض سريع عشان تشوفوا السلاح، بفتح لك مجرة كاملة، ممكن مشاهدة ممتعة. اقوى استعراض بي تولوز.
ابني انت متخلف صحيح. والله انه كويس نونو. يا طيبة يا طيبة يا تول عيانا اشتقنا لك. شوف بطيء شوي بس بدمج بدمج بقتل بدمج بقتل بقول لك بدمج بقتل. مش زي واحد اسمه اودن اكله مرة وقلت صنعة سلاح من قلة الاسلحة. اوه هاي مش مقصود بصراحة جد يعني بتمنى تتفهم موقفي. انا عم بعترف انه عامل لي يمين يسار. بعترف انك هتبلع واحدة انت واصحابك. لا انحسبت. احكي لي انه ما انحسبت. انحسبت ونص. اللي معاي مبهورين مني الصراحة انا متأكد يعني. و 12 كلب سلاح الاودن هنكملهم على 25 مثلا. مش بقول لك بدي اكملهم على 25. اسمع الحكي حبيبي حبيبي. هو ما اخذ زاوية الصراحة وسخة زي وجهه. اخلاقك الهابطة هاي قدمني اياك ان شاء الله. يا اخي انت شو وظيفتك بام الحياة هاي؟ شو وظيفتك بتخليه يطخ علي وانا ماخذ كفر اساسا؟ شوف هذا حكي ولا بلاش؟ هذا حكي ولا بلاش؟ يا ابن ال من وين كان؟ وين؟ ما انا بتفرج فيش حاجة بالزاوية. شوف وين قاعد ورا الخشب ورا الخزانة. شو بيغلط هذا قاعد؟ بيغلط علينا يا جدعان يا جدعان بيغلط علينا. بقول ايه ده؟ ده بيقول ديجر كانسر كانسر وين؟ والله هذا عصب بده يعني واضح انه قاعد بدي علينا يعني في لغة الأجانب. بيحكي انه سرطان طبكم مرض على الكاميرا اللي انتم فيها او شيء زي هيك تقريبا. هيهي فزنا عليكم نبات. استحينا نزبل من بعض اودن والايام. لا الايام قول يعني اها اشوى بس الاودن لا يعني لا 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 بالمره. ايش اللي صار؟ وين هاي المعاناه اللي كنت اعانيها لما جيت اوصل اسطوري؟ قيم الاسطوري اسهل من الجراند ماستر. ايش في؟ يعني انا مش متخيل اني بدي احكي لكم هالشغله صراحه بس يعني فيديو اليوم خلص. انا عارف مش قادرين تستغنوا عني يعني. تعالوا حضني حبايبي تعالوا يلا مع السلامة.